هذا المرافق له لا جريدة بريس في مدينة وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. أمين ميلودي رئيس جامعة زيادة، كيف شفتوا كتشرف جامعة زيادة على هذا التنظيم اللي هو بمناسبة عيد العرش المجيد، وكيف شفتوا هاد الناس راهم فرحانين هنايا بهذه المناسبة ديال عيد العرش، وراه كاينه تقريبا ما يزيد عن 28 صربة وتقريبا شي 520 ديال العودان، وشفتوا دابا هذا الشيء راه كلشي مزيان والله ينصر سيدنا، والشكر للسيد القائد والأعضاء المجلس والناس ديال الخيالة والناس ديال الإعلام ديالكم والناس ديال هذه الجمعية اللي معاونة معانا ديال الخيالة، وشكر الجميع والسلطات كلها قال لي تعاون بهذا المهرجان، وشكرا شكرا للجميع. هذا المولود الثقافي وتأصيلي دابت جماعة زيادة على تنظيم هذا المهرجان، متمنيا من الله لهذه النسخة الكامل النجاح والتوفيق، وفي الأخير أجدد الترحاب بجميع راجيا من الله العلي القدير أن يشمل مولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله بموفور الصحة والعافية، وإن يحفظه في ولي العهد الأمير مولاي الحسن وكافة أفراد الأسرة الملكية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا. وكذلك نجد الترحاب بالسيد كمال الهشومي والسيد عزيز البدراوي والمجموعة الذي شرفتنا، وشكرا. شكرا لكل من ساهم في المهرجان بالحضور ديالو والتعاون ديالو. محمد الموت شوكي.